السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم جميعا في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي للفصل الثاني. أنا دكتور موسى فودة، وقد كلفت بتدريس هذه المادة لكم في هذا الفصل، فأرجو الاستفادة من الجميع، وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى. بالطبع بحب في بداية اللقاء الأول أن أبدأ بالأمور التنظيمية اللي بتهم الطلاب. بالطبع أنت عارفين الاختبار، هو يوجد اختبار واحد في نهاية الفصل درجته من 100، وهناك 40 سؤال في الاختبار، كل سؤال عليه درجتان ونصف. فبالطبع الاختبار سوف يعقد بعد تقريبا 3 أشهر ونصف من الآن، وموعده يحدد أو محدد من طرف عمادة التعليم عن بعد. هذا بالنسبة للاختبار. أما بالنسبة للمادة العلمية، فالمادة العلمية أنا سوف أقوم بإذن الله تعالى بإنزال الشرائح، شرائح الباوربوينت التي أشرح منها لكم في منتدى الأسئلة والمناقشات اعتبارا من الأسبوع القادم. بإذن الله سوف أبدأ بإنزال جميع الشرائح لكم في منتدى الأسئلة والمناقشات، وهي ما سوف تعتمدون عليه بالإضافة إلى شرحي في اللقاء الحي من أجل الاختبار النهائي. فهذا بالنسبة للمادة العلمية. الآن بالنسبة للمواضيع اللي نحن راح نتطرق إليها في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي، سوف نبدأ في البداية بالمفاتيح أو بالمفاهيم في الاقتصاد الكلي، لأنه هي اللي بتساعدنا نفهم عندما نتقدم بالمادة أكثر، نفهم هذه المادة. يعني حنشوف مع بعض التضخم شو معناه، بماذا البطالة شو معناها، لكن وكل ومعدل البطالة كيف نحسبه، هذه الأمور بدنا نشوفها مع بعض. أيضا النمو الاقتصادي عندما نتكلم على الإيكونوميك جروث، ماذا نعني بالإيكونوميك جروث والعوامل تؤدي إلى ذلك. رح نشوف مع بعض أكيد الحساب التجاري شو مقصود فيه. نتطرق أيضا لمنحنى إمكانيات الإنتاج والنقاط اللي عليه. بالطبع إن شاء الله محاضرة اليوم نخدم هدول الأمور، وسوف نتطرق أيضا للطلب الكلي والعرض الكلي في الاقتصاد الجزئي وفي الاقتصاد الكلي. بالطبع لكي نفهم الفرق بين الطلب على السلع أو على سلعة في الاقتصاد الجزئي ماذا يقصد فيه، والطلب على السلع في الاقتصاد الكلي ماذا يقصد فيه، ومكونات الطلب الكلي. في حدث؟ لا يوجد حدث. في ناس عم تسألني أسئلة، أنا شرحت يا دانا أن الملخص تعتمد عليه هو الشرائح التي أقوم بإنزالها لكم في منتدى الأسئلة والمناقشات، ولا يوجد حدث، لا يوجد أي مادة محذوفة. الآن عبيرة تحكي لي نزل شرح كاملة، الآن الشرح سوف تنزل، رح أنزلها وهي موجودة أصلا في منتديات سابقة. يعني عبير إذا بدك تبذل شوية جهد تستطيع يعني تروحي على المنتديات السابقة، الفصول السابقة يا عبير، وتخديها، ما عندك مشكلة، يعني موجودة متاحة هي، فما عندك أي مشكلة. طيب الآن بالنسبة دكتور كم عدد صفحات الشرائح؟ والله يعني ممكن يكونوا بحدود 90، بين 90 شريحة تقريبا، بحدود 90 يعني كعدد شرائح، بحدود 90 شريحة أو 80 شريحة. هل أسئلة الاختبار كلها اختياري؟ إجباري؟ 40 سؤال إجباري وليس اختياري. اختيارات قصدك، متعدد. هي اختيار متعدد، نعم، ألف باء جيم أو دال، نعم مفهوم، ما راح تغير فيها شيء. ما لا هي نفسها، ما فيش اي تغيير،
وإذا حدث تغيير، يعني أنا بحكي للطالب أين هو التغيير اللي حدث، لكن بشكل رئيسي لا يوجد أي تغيير يا أمجد. طيب أوكي دكتور، نفس الملخص السابق، إذا في نفس الملخص السابق ما عندكم أي مشكلة. طيب أوكي، فخلينا نكمل بالطبع المواضيع اللي بناخذها. حكينا بناخذ الطالب الكلي والعرض الكلي، وبعدين بدنا نشوف الفرق بين التدفق والرصيد، شو يعني تدفق شو يعني رصيد. وبعدين بدنا نشوف شو يعني انتعاش اقتصادي، شو يعني رواج اقتصادي، شو يعني ركود اقتصادي، كل المفاهيم هاي والكساد الاقتصادي الى اخره، كل هاي الامور سوف نتناولها في معرض حديثنا في المجال الاقتصادي الكلي. بعدين ايضا سوف نشوف شو الفرق بين الناتج المحلي الاجمالي جروس دوميستيك برودكت والناتج القومي الاجمالي جروس ناشونال برودكت. دكتور كم محاضرة في الأسبوع؟ محاضرتين، أنا يوم الثلاثاء ويوم الأحد والثلاثاء، محاضرتين في الأسبوع يوم الأحد والثلاثاء في نفس التوقيت، وأنا بالمنتدى أعلنت ذلك في المنتدى في رسالة موجهة لكل واحد فيكم. طيب الناتج المحلي الإجمالي قلنا، والناتج القومي الإجمالي، وبدنا نشوف نموذج حلقة التدفق الدائري للداخل في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين. هذه الأمور كلها إن شاء الله راح ندرسها مع بعض، بالإضافة أيضا راح نشوف مع بعض شو الفرق بين الاكتناز والادخار، والفرق بين الضرائب وصافي الضرائب، وننتقل أيضا نشوف الفرق بين الدخل الشخصي والدخل المتاح، وثم بعد ذلك ندخل بنموذج حلقة التدفق الدائري للدخل، نشوف نموذج حلقة التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مغلق وفي اقتصاد مفتوح، ونشوف التوازن في الاقتصاد كيف يتحقق، كيف يتحقق التوازن في الاقتصاد في اقتصاد مغلق وفي اقتصاد مفتوح. بعد وأيضا سوف نتطرق إلى طرق قياس الناتج القومي، ثلاث طرق، طريقة الناتج اللي هي طريقة النهائية أو طريقة القيمة المضافة، و طريقة الدخول الموزعة Incomes Distributed Approach، وفي عندنا آخر طريقة اللي هي طريقة الإنفاق Expenditure Approach. وبعد ذلك راح نشوف مع بعض ما هي السلع التي يجب إضافتها إلى حساب الناتج القومي وتلك السلع التي يجب استبعادها. كل هذه الأمور إن شاء الله حنتناولها بالتفصيل خلال هذا الباب، بالإضافة أكيد بدنا نأخذ أهم شيء هذا السياسات الاقتصادية الحكومية، هل هي نوعين، سياسات اقتصادية، سياسات مالية توسعية expansionary fiscal policies وسياسات مالية انكماشية contractionary fiscal policies. بيكون معنا مفردات إنجليزية، نعم مفردات اللغة الإنجليزية بتكون معاكو، حيجي عليها أربع أسئلة في الاختبار النهائي، عليها 10 درجات في الاختبار النهائي، المصطلحات الاقتصادية باللغة الإنجليزية إن شاء الله. وبعدين نشوف التقلبات الاقتصادية والدولة الاقتصادية وشو يعني الناتج الكامن، وراح نشوف مع بعض كل هاي الأمور لاحقا. أكيد بدنا نشوف الطلب الكلي والعوامل المؤثرة فيه والعرض الكلي والعوامل المؤثرة فيه أيضا. وبعدين في النهايات بدنا نشوف منحنى العرض عند الكلاسيك ومنحنى العرض عند كنز، كل هذا، ونشوف صدمات العرض، صدمة العرض التوسعية، صدمة العرض الانكماشية، كل هذه الأمور حنتطرق إليها بإذن الله تعالى. ثم ندخل على أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، وأكيد بدنا نأخذ مع بعض البطالة بشكل موسع، كيف نحسب البطالة، ما هي أنواع البطالة، مثل البطالة الاحتكاكية، البطالة الموسمية، البطالة الدورية، البطالة الهيكلية، كل هاي أنواع البطالة وأثار السلبية للبطالة على الاقتصاد، كل هذا حنأخذه. الرسمات لا، هدف الرسمات فقط
الرسمات الموجودة فقط هدفها انكم تفهموا المادة وكيف يعني مش هطالبكم برسمات يعني في النهائي. اخر شيء ان شاء الله حنأخذ مع بعض العلاقة بين التضخم والبطالة، منحنى فيليبس، علاقة عكسية. الصوت واضح يا شباب؟ في ناس بيحكوا راح الصوت، هل الصوت واضح؟ مسموع الصوت؟ اوكي شكرا. طيب وحنشوف مع بعض مصطلح الماني اليوجن او خداع النقود، ماذا نعني بالخداع النقود؟ واكيد حنروح نشوف النظام النقدي او النظام النقدي، النقود، تعريف النقود، خصائص النقود، وظائف النقود، الى اخره. كل الامور هاي ان شاء الله، عرض النقود، كل هذا ان شاء الله بنستعرضه مع بعض، والبنوك التجاريه وعمليه توريد النقود، كل هذا حنشوفه مع بعض باذن الله تعالى. اليوم والاسبوع القادم ان شاء الله، اليوم والاسبوع القادم باذن الله، حناخذ مفاتيح او مفاهيم في الاقتصاد، في مبادئ الاقتصاد الكلي، لانه بدون هاي المفاهيم صعب تفهموا الماده. وانا ارجو من الجميع انه يحضر اللقاءات الحيه، حضور اللقاء الحي مهم لكي تفهم الماده. فالان في ناس كثير ما بيهتموا لحضور اللقاء الحي، بتفهم انه ممكن الواحد يعمل، ممكن الواحد عنده ظروف خاصه تمنعه من الحضور، والحضور ليس اجباري، اختياري، لا يوجد عليه درجات. فانا بعرف كل شيء عليه درجات الانسان بيعمله او عليه مكافأة، لكن في النهاية لانه ليس لا يوجد عليه درجات، في بعض الناس بيستهينوا. هاي مادة تحتاج الى فهم، ليست عفوا شعر او تاريخ او كذا تحفظوه، لازم كمان في فهم، تفهموا كيف العملية بتتم. فضروري حضوركم، واللي ما بيستطيعش يحضر اللقاء الحي، فاللقاء الحي بعد يوم، تاني يوم بينزل لقاء مسجل او منتهي، فبتدخل على اللقاء المنتهي وبتحضر اللقاء المنتهي باذن الله تعالى عشان تفهم عن شو نحن عم نحكي. اوكي الشرائح انا حكيت يا سحر، في ناس عم بيدخلوا متاخرين وبيعيدوا نفس الاسئله. الشرائح انا بنزلها تباعا في منتدى الاسئله والمناقشات، حنزلها تباعا في منتدى الاسئله والمناقشات. تابعني على منتدى الاسئله والمناقشات، انا بعمل لك اعلان، بتدخل على منتدى الاسئله والمناقشات وبتنزل الشرائح وبتدرس عن الشرائح. طيب الشرائح كافيه تفهمه. هلا اذا انت مش فاهم الشرائح واللي ممكن تلجا للملخص يعني، شايف، لكن الشرائح كافيه انك تفهم الماده اذا كنت بتحضر اللقاء الحي، اذا كنت انت بتحضر اللقاء الحي. صحيح هنادي دكتور الدفعه صالح بيحكوا ان الماده صعبه. الماده سهله ليش؟ لان الدفعه السابقه للاسف الشديد جزء كبير منهم درس فقط في اخر اسبوع على الماده. وانا هاي الماده هيني بحذركم من الان، الدراسه عليها تتم محاضره محاضره، لقاء لقاء، وليس بتجمع الماده وبتروح اخر اسبوع قبل الاختبار او اخر قبل يومين بالاختبار بدك تدرس. احتمال رسوبك بتصير عاليه. الدفعه اللي قبلهم، مش الدفعه السابقه، اللي قبلهم نسبه النجاح كانت عندي 75%. الدفعه السابقه للاسف الشديد نسبه النجاح كانت منخفضه، كانت 50% فقط. ليش؟ لانه اول شيء جزء من الطلاب لم يحضر لقاءات الحيه، جزء لم يتابع معي، جزء اعتمد فقط على الاسئله السابقه، في جزء فقط اعتمد على الاسئله السابقه، لم يدرس الا على الاسئله السابقه. طب ما بيصير هيك. فاللي بده يدرس على الماده هاي لقاء لقاء، بعد ما يخلص اللقاء بدرسه. بعدين انا هعمل لكم اختبارات تجريبيه، اختبار تجريبي اول واختبار تجريبي ثاني.
ليش؟ هدف الاختبار التجريبي اعدادك للاختبار النهائي وهعلن عنه في وقته. اوكي، ليش؟ عشان لما تدخل الاختبار النهائي ما تتفاجأ بطريقة الأسئلة، فضروري أيضا إنك تدرس بشكل جدي على الاختبار اللي أنا بعقده إلكو بعد تقريبا 4 أسابيع من الآن. 4 أسابيع حعملكو اختبار تجريبي أول في المادة اللي، أو 5 أسابيع، بعد 5 أسابيع بعمل في الخامس، يعني بعملكو اختبار أول، فبتدرس كأنك تدرس جدي على الاختبار النهائي، فبتاخذ الاختبار التجريبي اللي بدي اعقده لكم بمحمل الجد. الان سناء، انا بعد حملتها، انا اتمنى انه كل واحد حامل الماده انه ينتبه ويركز الفصل هذا، وان شاء الله انا حساعدكم في الاسئله، حتكون اسئله مباشره جدا، بس كمان بدك تدرس وما تعتمدش على الاسئله السابقه وتقول انا الدكتور بيجيب الاسئله السابقه، انا بجيب على شاكلة الأسئلة السابقة وليس نفسها، فتروح تجيب تجمع الأسئلة السابقة تدرس عليها وتدخل الاختبار حترسب، بدك تدرس على المادة كاملة. هذا ضروري تفهموه يا شباب، ضروري تفهموه. طيب ما فيش مشكلة يا ريوف المطيري، حساعدكم في الاختبار، بوعدكم الفصل هذا أساعدكم في الاختبار، لكن بدي منكم تدرسوا وتعتمدوا على أنفسكم، وانا من ناحيتي حساعدكم في الاختبار، ما عندي مشكلة. طيب المصطلحات انا بتكون محددة ب 30 مصطلح تقريبا، 30 مصطلح او 25 مصطلح، 30 مصطلح تقريبا، هيك شيء. الآلة الحاسبة مسموحة بالاختبار النهائي، الآلة الحاسبة مسموحة. قانون البطالة هو نفس قانون البطالة، عدد العاطلين عن عمل، بتحط عدد العاطلين عن عمل يا نجاح على 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 القوة العاملة، هاي قانون البطالة. شو قانون البطالة؟ الآن بدي أبدأ، الآن خلينا نبدأ مع بعض. هاي معدل البطالة، شفتي؟ هاي معدل البطالة، عدد العاطلين عن عمل على إجمالي القوة العاملة، أو عدد العاطلين عن عمل على إجمالي القوة العاملة ضرب 100، هو بيطلع نفس النسبة، فما عندكم مشكلة. هذا هو قانون البطالة، بتسألني عن قانون البطالة. طيب على كل حال، الآن سوف نبدأ بمفاتيح في الاقتصاد الكل بإذن الله تعالى. وطبعا أنتم علم الاقتصاد أخذتوه، لأن أنتم جميعا أخذتوا مبادئ اقتصاد جزئي قبل ما تصلوا عندي، فالجميع بفترض فيه بيعرف شو علم الاقتصاد، لأنه ذلك العلم الذي يهتم بالاستخدام الأمثلة للموارد الاقتصادية الندى نسبيا لإنتاج السلع والخدمات لإشباع الحاجات الناس المتزايدة. فأصل علم الاقتصاد ناشئ عن مشكلة اقتصادية، أن المشكلة الاقتصادية تقول أن الموارد الاقتصادية نادرة نسبيا، تتصف بالندرة، فبالطبع هذا علم الاقتصاد. وعلم الاقتصاد ينقسم إلى قسمين، قسم اسمه الاقتصاد الكلي الذي يهتم بالاقتصاد على مستوى الوطن أو على مستوى القومي، وقسم اسمه الاقتصاد الجزئي الذي يهتم بالاقتصاد على المستوى الجزء، يعني على مستوى سلعة وحيدة، الطلب على سلعة التفاح هذا اقتصاد جزئي، أما الطلب على كل السلع في البلد هذا اقتصاد كلي. أوكي، فهذا هو المقصود بالاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. فالاقتصاد الكلي يدرس الاقتصاد ككل، ليس الطلب على سلعة وحيدة، وإنما الطلب على كل السلع والخدمات في البلد، على عكس الجزئي. الجزء يهتم فقط في الطلب على سلعة السيارات، أو الطلب على سلعة الطماطم، أو الطلب، هذا هو الجزء، يهتم بجزء. أوكي، وسوف ندرس بالتأكيد الاستهلاك الكلي والادخار القومي والمستوى العام الأسعار، كله هذا حندرس إن شاء الله، لأنه هذا كله من قضايا الاقتصاد الكلي اللي ذكرتها سابقا. نسبية دكتور ماذا تعني نسبي؟ أن المشكلة الاقتصادية تنبع أن الموارد نادرة نسبيا. شو يعني نادرة نسبيا؟ يعني ليست مطلقة، المطلق الوحيد من السلع. شوف، عندما الله سبحانه وتعالى يا نورة خلق السلع أو خلق الأشياء لحكمته، جعل
نوع اسمه سلع، سلع عادية اللي هي نادرة نسبيا، وهناك سلع حرة free goods، سلع حرة مثل الهواء والماء، هذا لا تبذل فيه جهد لكي تحصل عليه. أما السلع الأخرى من أمثال السيارات ما عدا ذلك الذهب، هذه نادرة نسبيا، يعني موجودة لكنها تختلف. الذهب أكثر ندرة من مثلا سلعة الذهب، الذهب أكثر ندرة من سلعة مثلا الحديد أو من سلعة البطاطا، هذا هو الندرة النسبية. نعم، فنسبة الذهب مقارنة بالبطاطا أكيد قليلة جدا جدا، عشان هيك سعر الذهب أعلى بكثير من سعر البطاطا اللي هي متوافرة، متوافرة لكنها نسبيا أكثر بكثير من الذهب، هذا هو المقصود فيه. نعم، الآن أهم هذه المفاهيم اللي بندرسها التضخم. التضخم هو الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للأسعار. أوكي، ليس ارتفاع، يعني التضخم لا يعني ارتفاع سلعة وحيدة. فارتفاع سلعة وحيدة مثلا ارتفاع سلعة الطماطم فقط لا غير في البلد لا يعني تضخم. لكي يكون هناك تضخم في البلد يجب أن يرتفع سلة من السلع، سلة من السلع، البطاطا والبنزين والخضار والأحذية إلى آخره. فالتضخم الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للأسعار، هذا هو مقصود التضخم، وليس فقط سلعة وحيدة. البطالة بطبع التضخم نحن هنفرد للتضخم محاضرة كاملة مستقبلا. وإذا البطالة هنفرد للبطالة محاضرة كاملة أو محاضرتين حتى مستقبلا، بس الآن بدنا ناخذ تعريفه. فالبطالة، تعرف البطالة في مجتمع ما بأنها تعطل لجزء من قوة العمل الراغبة والقادرة على العمل عند الأجر السائد. ويمكن قياس معدل البطالة من خلال الصيغة الآتية، واللي نحن عم نطق الصيغة الآتية اللي هي معدل البطالة يساوي عدد العاطلين عن العمل في البلد على إجمالي القوة العاملة. حمود، مثل البترول التضخم؟ لا، البترول إذا ارتفع البترول لوحده لا يعتبر تضخم، لكن إذا ارتفع البترول ونتيجة ارتفاع هذه السلعة الاستراتيجية ارتفعت أسعار سلع أخرى، لأن البترول طاقة والطاقة تدخل في إنتاج جميع السلع، فنتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ارتفعت أسعار جميع السلع، إذن حدث تضخم هنا، حدث تضخم هنا يا حمود. نعم، التضخم أمجاد هو ارتفاع أكثر من سلعة، سلة من السلع يا أمجاد، كلام سليم. الآن في واحد سألني شو يعني الاقتصاد الكلي، في ناس عم تدخل متأخرة على المحاضرة وعم تسأل أسئلة أنا already في بداية المحاضرة أجبت عليها. الآن أي واحد عنده أي سؤال، لأنه في زملاء إلكو هينضموا بعد نهاية هذه المحاضرة إلى محاضرة بعد هذه المحاضرة، فأي واحد عنده أي سؤال يا ريت يتركه الأخير، وأنا على الرحب والسعة هجاوبك عليه. أوكي، لكن لا يمنع أن تسأل أي سؤال يتعلق فيما أشرحه أنا، فيما أشرحه الآن أنا. الآن بالنسبة للبطالة، أكيد بتزيد البطالة، ترتفع نسبة البطالة في أوقات الركود الاقتصادي وبتقل في أوقات الازدهار الاقتصادي. من وين مش هتشتري يا حصة؟ المقرر أنا هنزله في المنتدى الأسئلة والمناقشات، هنزل لك إياه تباعا في منتدى أسئلة ومناقشات كشرائح، هذه الشرائح أنا هنزل لك إياها إن شاء الله.
ما في داعي لا تشتري ولا تغلب حالك. اوكي طيب الان، فبالتاكيد البطاله بتزيد في اوقات الركود الاقتصادي وبتقل في اوقات الازدهار. لانه ليش؟ لان اوقات الركود الاقتصادي لما تنخفض الاعمال الشركات بتسرح العمال، لما الشركات تسرح العمال بده يزيد البطاله بالتاكيد. اما اوقات ازدهار اقتصادي الشركات بتوظف العمال، فلما توظف الشركات العمال بتقل البطاله، وحناخذها بالتفصيل البطاله لاحقا باذن الله تعالى لاحقا. لا انا بستطيع يا منيره اقفل الشات، لانه الشات هو تفاعل فلازم يبقى بين الاستاذ والطالب تفاعل. فانا حترك الاسئله للاخير، لانه اذا اقفلت الشات قتلت عمليه التفاعل بين الطالب والاستاذ، قتلتها، اصبحت عمليه خطبه جمعه، ونحن لسنا في خطبه جمعه، هذه ليس خطبه، هذه محاضره فيها اخذ ورد، يعني فيها تواصل، محاضره وليست خطبه. طيب الان مفاهيم في الاقتصاد الكلي، نكمل المفاهيم ننتقل الى الشريحه الثانيه. النمو الاقتصادي، نحن دائما نسمع في الاخبار نمى الاقتصاد السعودي بنسبه 3%. فماذا يعني ايكونوميك جروث، النمو الاقتصادي؟ مقصود فيه نمو الناتج المحلي الاجمالي في البلد. لما احكي نمى الاقتصاد السعودي هو نمى الناتج المحلي الاجمالي، الجروس دومستيك برودكت هو من نمى، يعني انتاج جميع الشركات في البلد ارتفع مقارنه بالسنه السابقه. فاذا كان انتاج جميع الشركات في السعوديه من البان، انتاج شركات الالبان، انتاج شركات الاحذيه، انتاج البترول، انتاج الاقمشه، انتاج القمح، كان في السنه السابقه 2016 مثلا 100 مليار ريال، ففي سنة 2017 أصبح 120 مليار. ففي الحالة هاي زاد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 20 مليار. 20 تقسيم 100 إذن بيكون 20%، بيكون في نمو في الناتج المحلي الإجمالي 20%. هذا هو المقصود في النمو الاقتصادي. والعوامل التي تؤثر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي هي أربع عوامل رئيسية. العامل الأول توظيف جميع عناصر الإنتاج، أي عدم وجود بطالة، لأن كل ما وظفت الشركات عمال أكثر وآلات أكثر كلما زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي. والتوظيف الأمثل للموارد، او التوظيف الامثل، ليش؟ لان التوظيف الامثل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واستغلال الامثل للالات سوف يعطي كل عنصر انتاجي افضل انتاجيه له، وبالتالي سوف يزيد معدلات النمو الاقتصادي. ثلاثه، نعم يا امجد اكيد اللي بده المحاضرات موجوده، ارجع على السابق وموجوده، يعني موجوده في المنتديات السابقه. اللي مستعجل يروح على الارشيف زي ما حكيت مها، وياخذ من الارشيف، ما عنده مشكله، الارشيف موجود، روح لارشيف الفصل الماضي وموجود يعني. طيب فهي متوافره، مش انا يعني المحاضرات هاي كلها موجوده في الارشيف السابق. الآن أربعة في رهف مو كاملة يا دكتور. الآن يا رهف إذا مش كاملة أنا حنزل لك إياها، كل ما تخلص الأسبوع القادم حبدأ أنزلهم إن شاء الله. الأسبوع القادم يوم السبت أو الأحد، الأسبوع القادم بنزلكم أول اللي هو اللقاء الحي الأول، واللقاء الحي الثاني الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. طيب الآن أربعة، التعليم والتدريب. فالعمالة الماهرة
والمدربه اكيد لا شك بتزيد من انتاجيتهم. يعني واحد دارس متعلم مش زي واحد جاهل، هذا هو المقصود فيه. واحد متدرب يستخدم الاله او الكمبيوتر مش زي واحد جاهل، فانتاجيته بدها تكون مرتفعه مقارنه مع شخص ليس متدرب او ليس متعلم. طيب اذا هدول هم العوامل اللي ادوا لزياده النمو الاقتصادي. الحساب التجاري شباب مقصود فيه صافي التجاره الخارجيه اللي هو الصادرات ناقص الواردات. بكل بساطه نطرح الصادرات من الواردات بيعطينا الحساب التجاري. فالحساب التجاري هو صادرات البلد، يعني ما تصدر السعوديه من بترول من البان من سلع الى الخارج مطروحا منه اللي هو رمزه اكس اكس اكسبورتيشن اكس اكسبورتيشن، مطروحا منه المستوردات ام ام امبورتيشن امبورتيشن. اوكي، فهذا هو مقصود في الحساب التجاري، يعني تجارة البلد مع الخارج، تجارة السعودية مع الخارج، مجموع ما نصدره إلى الخارج مطروحا منه مجموع ما نستورده من الخارج. فإذا كان مجموع قيمة ما نصدره إلى الخارج مطروحا منه مجموع قيمة ما نستورده من الخارج متساويان، في الحالة هاي نقول أن الحساب التجاري متوازن. لكن لو كان مجموع ما نصدره إلى الخارج أصغر من قيمة ما نستورده، في الحالة هاي بيكون عندنا عجز، لأنه الواردات يعني نحن سوف ندفع للخارج الصادرات موجب. برافو نجاح، الصادرات موجب المستوردات سالب. سؤالك حلو يا نجاح، ليش الصادرات، انا لما اصدر بترول الى الخارج، الى مثلا صدرت بترول الى اليابان، فاليابانيين سوف يدفعون لي قيمة هذا البترول، عملة صعبة، فسوف يدخل الاقتصاد السعودي دولارات. لكن لما السعودية تستورد سيارات تويوتا من اليابان، فالسعوديين سوف يضطرون أن يدفعوا لليابانيين قيمة هذه السيارات التي لم يصنعوها داخل السعودية وإنما استوردوها من اليابان، فيدفع يخرج مبالغ من السعودية إلى اليابان، فلما يخرج هو بالسالب. عشان هيك الواردات M بالسالب والصادرات X بالموجب. برافو. فبيكون هناك فائض في الحساب التجاري عندما تكون الصادرات أكبر أكيد من الواردات، وبيكون هناك عجز عندما يكون الصادرات أقل من الواردات. أوكي، الآن ننتقل إلى منحنى إمكانيات الإنتاج، وهذا شيء، هذا موضوع بالذات جميعكم أخذوا في مبادئ اقتصاد جزئي، ما حدش يحكي لي إنه هذا الموضوع جديد، هذا موضوع قديم أخذتوه مبادئ اقتصاد جزئي. فمنحنى إمكانيات الإنتاج هو المنحنى اللي عليه جميع النقاط، عليه بتمثل أقصى إنتاج ممكن من السلع والخدمات في ظل استخدام أو توظيف جميع عناصر الإنتاج من عمال وآلات. لما تسمع رأس مال اعرف إنها آلات، رأس المال هو الآلات، من عمال ورأس مال بأعلى كفاءة ممكنة. فلاحظ أنت، لاحظ هذا هو منحنى بدنا للتسهيل، بدي أفترض في البلد يوجد فقط سلعتين نظريا للتبسيط، انتاج المساكن او الوحدات السكنية او الشقق السكنية، وانتاج
مثلا القمح، فالقمح بالطن مليون طن، والمساكن بالألف وحدة سكنية. الآن إذا أنا وجهت جميع العمال وجميع رأس المال، الآلات لإنتاج المساكن، فحأكون أنا عند النقطة A حيث سوف أنتج 180,000 وحدة فوق، عند A فوق سوف أنتج 180,000 وحدة، أما الزراعة سوف تكون صفر. ليش؟ لأن وجهت جميع العناصر ووظفت جميع العناصر لدي من عمال وآلات لإنتاج فقط مساكن. الآن لو حبيت أنتج قمح، يجب أن أخذ جزء من العمال والآلات وأنقلها من قطاع الإنشاءات إلى قطاع الزراعي، وبالحالة هاي سوف أنتقل نقطة A إلى نقطة B، حيث عند النقطة B سوف أنتج مليون طن من القمح مقابل أن أتنازل عن 10,000 وحدة سكنية، لأن جزء من العمال والآلات ذهب إلى إنتاج القمح. وأيضا لو حبيت أنتج أكثر من القمح، فلازم أخذ جزء من العمال الذين يعملون في المساكن وأنقلهم إلى القطاع، أضمهم إلى زملائهم في القطاع الزراعي لكي أستطيع أنتج عند النقطة C 2 مليون طن من القمح بدلا من مليون طن من القمح، وبالتالي سوف ينخفض إنتاج المساكن من 170,000 وحدة إلى 150,000 وحدة، أي أنني تنازلت، ضحيت، التضحية أخذتها من بدء أقصد جزء، التضحية ضحيت ب20,000 وحدة سكنية لكي أحصل على زيادة مليون طن قمح زيادة. إذن هذا هو، فمنحنى إمكان الإنتاج ينحدر من أعلى إلى أسفل ويتزايد الميل بسبب تزايد ماذا؟ التكاليف. فهون ننتقل إلى هون عشان تكلفة الفرصة البديلة. رندا أبو عاصم برافو عليك، التضحية مربوطة بتكلفة الفرصة البديلة. أيوة، الآن زي ما انتم شايفين احنا جميع النقاط على المنحنى قلنا تمثل أقصى ما يمكن إنتاجه من قمح ومن مساكن في ظل التوظيف الكامل للعمال وللآلات، هذا أقصى ما يمكن إنتاجه. الآن أي نقطة تقع داخل المنحنى زي هون، ها زي نقطة H والنقطة G، هذول النقطتين H و G، هذول النقطتين يوجد هدر على نقطتين H و G، مش هذول النقطتين ليسوا على المنحنى، ليسوا كالنقاط هون A B C D. A B C D تمثل أقصى ما يمكن إنتاجه في ظل توليفة من العمال ورأس المال، في ظل توظيف جميع العناصر. أوكي، الآن قلنا أي نقطة داخل المنحنى مثل H و G تمثل هدر في الموارد، إما أن تكون عناصر إنتاج لم يتم استخدامها كاملة، أي أن هناك بطالة، أو أنه تم استخدام جميع عناصر الإنتاج لكن لم يتم استخدامه بأعلى كفاءة ممكنة، يعني تم وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب. أوكي، هذا معناها جزء منها، هذا بالنسبة للنقاط اللي بالداخل. أما أي نقطة خارج المنحنى فوق المنحنى فهي نقطة لا يمكن تحقيقها، بسموها impossible point، زي النقطة N. النقطة N هذه نقطة لا يمكن الإنتاج عندها. ليش؟ لأنها تتطلب، يعني لو أنا
قمت بتوظيف جميع العمال وجميع الآلات كاملة بشكل أمثل، أقصى ما يمكن إنتاجه هو عند النقاط اللي موجودة على خط A B C D E F. أما النقطة N فهي نقطة مستحيلة، تتطلب أن أزيد عدد العمال. وكيف بدي أزيدهم؟ عشان أنتج عن نقطة N سوف أضطر أستورد عمالة أجنبية من الخارج تنضم إلى ما لدي من عمال لكي أنتج عند النقطة N. غير هيك هي نقطة مستحيلة أن تقع خارج حدود إمكانيات الإنتاج. هذه نقطة تتطلب موارد أكثر، برافو، موارد أكثر، يعني تتطلب موارد أكثر، مقصود فيها عمال أكثر، آلات أكثر، تستورد آلات أكثر، تستورد عمال أكثر، ساعتها عندها تستطيع أن تنتج عند هذه النقطة. نعم، برافو. الآن في آخر 5 دقائق أو الطلب الكلي والعرض الكلي، بالطبع نحن إن شاء الله تعالى هذا الكلام الطلب الكلي والعرض الكلي هنأخذ بالتفصيل إن شاء الله لاحقا، لكن فقط لأنها مفاهيم مهمة عشان نفهم شو يعني الطلب الكلي والعرض الكلي. بالطبع في الاقتصاد الجزئي، للي سألني سؤال، في واحد سألني شو يعني دكتور اقتصاد كلي، بالطبع جميع أخذت اقتصاد جزئي. بالاقتصاد الجزئي لما أتحدث عن الطلب أعني بالطلب هو طلب جميع المستهلكين على سلعة وحيدة، ألا وهي سلعة الطماطم مثلا أو سلعة الأحذية. أما الاقتصاد الكلي لما أحكي عن الطلب الكلي فأنا أقصد فيه طلب جميع الأفراد أو جميع المستهلكين على جميع السلع، طلب كل السعوديين على الطماطم، البطاطا، البنزين، الخضار، الأحذية، فهو إجمالي الطلب، كل الطلبات مع بعض بجمعها فبطلع عندك الطلب الكلي على السلع والخدمات في السعودية. فالطلب الكلي هو إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين، بمعنى إجمالي إنفاق كل القطاعات المختلفة، هذا هو مقصود في الطلب الكلي. فعشان هيك الطلب الكلي إجمالي إنفاق كافة المشترين يشمل طلب الأفراد، ألا وهو الطلب الاستهلاكي، الإنفاق الاستهلاكي، أنا وأنت وهي، أنت، هذا هو طلب جميع الأفراد على السلع والخدمات في البلد. وأيضا يشمل الطلب الاستثماري، طلب رجال الأعمال على الآلات، الكمبيوترات، العدد، الماكينات، هذا طلب استثماري، تطلب الجرافات والآلات والعدد من أجل القيام بعملية إنتاجية، من أجل إنتاج الأحذية، من أجل إنتاج الأرز، من أجل إنتاج الألبان. أوكي. وهناك الطلب الحكومي، الحكومة أيضا يمكن أن تطلب السلع والخدمات سواء كانت سلع رأسمالية أو استهلاكية. وهناك طرف أخير وهو الطلب الخارجي، الطلب الخارجي أو الإنفاق الخارجي، وأنا كاتب إنفاق، وهو قبل شوي شرحته. لما الطلب الخارجي، شو مقصود الطلب الخارجي؟ اللي هو لما اليابان تطلب البترول السعودي فهذا طلب على سلعة من الخارج، لما الأردن يطلب الألبان السعودية، يستورد من السعودية الألبان، فهذا طلب خارجي على السلع السعودية. وأيضا لما نحن كسعوديين نطلب السيارات اليابانية فهي هاي الواردات، نستورد السيارات من اليابان، فهذا طلب من السعوديين على سلع خارجية، فهذا هو اسمه الإنفاق الخارجي. الإكس بالموجب للصادرات، والواردات بالسالب لأنها
ندفع نحن لليابانيين قيمة السيارات اليابانية، فيخرج دولارات من البلد إلى اليابان. لكن اليابان لما تطلب البترول ونصدر نحن إكس نصدر البترول لليابانيين، فاليابانيين هم يدفعون لنا، فعشان هيك بتكون في الموجب رائح. العرض الكلي الآن، نحن قلنا في طلب وفي عرض. الطلب عرفنا مين هو قبل شوي. العرض الكلي مرتبط بالإنتاج، بإجمالي ما ينتج داخل المجتمع من سلع وخدمات. فقط 3 دقائق ننهي هون. اللي عنده بده يغادر، اللي بده يحضر محاضرة منتهية آخر 5 دقائق منتهية يستطيع حضور آخر 5 دقائق منتهية بإذن الله تعالى. ما عندك أي مشكلة تحضر آخر شريحة، في كمحاضرة، ماذا؟ كمحاضرة منتهية. بس أنا بدي أخلص هاي الشريحة ويعطيك العافية، ما بديش أقطع الشريحة الأخيرة. فهاي الشريحة الأخيرة بشرحها ويعطيك العافية. فإذا كنت مضطر تغادر، تفضل غادر وبتحضرها، تدخل على المحاضرة المنتهية وبتحضر آخر 5 دقائق، تضغط تحضر 5 دقائق وخلص، هيك بتكون حاضر المحاضرة كاملة إن شاء الله. طيب، فالعرض الكلي قلت أنا شباب مرتبط بالإنتاج، وهو مجموع السلع والخدمات اللي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة. عادة ما تكون الفترة الزمنية هي سنة كاملة، عادة تقاس بسنة كاملة. الآن أنت بتعرف التوازن في الاقتصاد بشكل عام يتحقق عندما يتساوى إجمالي الطلب الكلي على جميع السلع والخدمات مع العرض الكلي من السلع والخدمات. زي الاقتصاد الجزئي، التوازن سلعة الطلب على سلعة الطماطم، أخذته في الاقتصاد الجزئي، يتحقق عندما يلتقي منحنى الطلب على الطماطم مع منحنى العرض من الطماطم. الآن التوازن الاقتصادي الكلي يتحقق عندما يلتقي منحنى الطلب على كل السلع مع منحنى العرض من كل السلع. المصطلحات أنا فقط اللي بحدده يا وعد. لا 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 لا، ليس كل المصطلحات، يعني التدفق فلو ممكن ما تكونش مطلوبة منك. هلا التدفق، بدنا ناخذ التدفق فلو ورصيد ستوك بالمصطلحات. لما تروح على المصطلحات حتجد مثلا 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 انه مش مطلوبين منك. فقط ما انا احدده، وليس كل المصطلحات اللي شايفها الان تظهر على الشاشه هي المطلوبه منك في الاختبار النهائي. فقط 25 او 30 مصطلح مطلوب منك، والباقي غير مطلوب. طيب، التدفق الان الفلو او التيار، حصة الكلام الموجود في الشريحة والمطلوب، فقط الكلام الموجود في الشريحة يا حصة هو المطلوب، فقط الكلام الموجود في الشريحة لكي أوفر عليك جهد وعناء التعب. هو أنا لخصت المادة عبارة عن بحدود 300 صفحة، لخصتك إياها بهاي الشرائح. فأدرس عن الشرائح، الأسئلة لن تخرج عن إطار هذه الشرائح. طيب، الآن قلنا التدفق والتغير خلال فترة زمنية معينة، مثال الدخل الناتج الإنفاق. ليش؟ لأنه ليش تيار؟ لأنه أنت دخلك راتبك، إذا بتشتغل راتبك تيار. الشهر هذا عندك راتب، اللي بعده راتب، تيار أوكي. وإنفاقك تيار، يعني أنت لا تتوقف على الإنفاق. أنت تشتري الخبز اليوم وتنفق على الخبز غدا، وتنفق على الخبز بعد غد، وتنفق على إنفاق، وتضع بنزين في سيارتك، تنفق على البنزين غدا أو بعد أسبوع. فهو تيار متدفق. ممتاز. أما الرصيد فهو كمية ثابتة في لحظة معينة. كان أقول لك رصيدك في البنك اليوم 50,000، لكن غدا قد يتغير رصيدك في البنك، أو
الرصيد زي أسهمك، الأسهم جزء من الثروة. أسهمك في إذا كنت بتتعامل بالبورصة شاري أسهم في سابك، اليوم لو دخلت على سابك سعر سهم سابك مثلا 5 ريال، وأنت عندك 20,000 سهم، ف20,000 بخمسة رصيدك اليوم 100,000، لكن غدا انخفض سعر سهم سابك من 20 ريال، من 5 ريال إلى 4، فأصبح قيمة أسهمك أو ثروتك في تاني يوم مش 100,000، أصبحت 80,000. أيوة، فهو كمية ثابتة في لحظة معينة، في لحظة معينة قد زي الثروة، والثروة تشمل حساباتك في البنك أو الذهب إذا عندك ذهب، إذا عندك سندات، إذا عندك أسهم في البورصة، لأنه الذهب ثروة، فالذهب اليوم مرتفع، ثروتك مرتفعة، بعد سنة انخفض الذهب، فهو في لحظتها انخفض، ثاني يوم انخفض الذهب، انخفضت ثروتك. هذا هو المقصود بالثروة بالرصيد، أنه كمية ثابتة. أما التدفق هو التغير خلال فترة زمنية معينة، ده تغير. فأنت عندك تيار من الناتج، تيار من الإنفاق، تنفق اليوم، تنفق غدا، تنفق بعد غد، تنفق، فهو تيار. أوكي، هذا هو المقصود فيه التوظيف. أوكي، أكيد التوظيف كل هاي أنا أعطيتك أمثلة، يعني الثروة، رأس المال، التوظيف، كل عبارة عن شو؟ عن أرصدة. الفترة الزمنية للتدفق، مين سأل السؤال هذا؟ حمود. ما هي الفترة الزمنية للتدفق؟ هل عادة التدفق أو التيار بيكون خلال فترة زمنية عادة سنة مالية، يعني سنة مالية، هو عادة بحسبوه على سنة، عرفت علي؟ عادة سنة، لكن ممكن تستخدم أي زمن آخر، أنت أي زمن آخر ممكن تستخدمه، لكن عادة في الاقتصاد الكلي نستخدم عادة سنة نحن. الآن الدخل والثروة، أكيد بدنا نشوف آخر شيء الدخل والثروة، يعطيك العافية. بالنسبة لليوم الدخل الانكم قلنا هو تدفق، أكيد قبل شوي حكينا هاي فوق التدفق، أعطينا مثال عليه الدخل. فالدخل الانكم هو تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد، تدفق نقدي. فأنت راتبك عبارة عن تدفق نقدي. شوف كل شهر بيجيك راتب، كل شهر. أوكي، فهذا يعتبر تدفق نقدي. أوكي، أما الثروة فهو رصيدك، أنت عندك كيلو جرام من الذهب، اليوم قيمتهم مثلا 100,000، بكرة بجوز يصيروا لو انخفض الذهب 90,000، تعرفش صح ولا لا؟ إذا هو رصيد في لحظة معينة، كم معك ذهب؟ تحكي لي 100,000، بكرة انخفض الذهب ببطل معك 100,000، صح؟ ببطل معك 100,000، بصير قيمتهم ثروتك انخفضت، أوكي؟ انخفضت من 100,000 ل 90,000 لأنه الذهب انخفض قيمته. عندك أسهم في البورصة، هذا يعتبر ثروة من ضمن ثروتك، 20,000 سهم، اليوم سعر سهم سابق 5 ريال، بكرة صار 6، ارتفعت ثروتك من 100,000 ريال إلى 120 مثلا 1,000 ريال، صح ولا لا؟ ممتاز. هذا في لحظة معينة ممكن يختلف من يوم لآخر، ثروتك ممكن تزيد أو ممكن تنخفض. طيب جيد، الآن انتهت المحاضرة، يعطيكم ألف عافية. اللي عنده أي سؤال بيخطر على باله يتفضل يسأل، لأنه أنا بخصص 10 دقائق بعد نهاية المحاضرة للأسئلة. كم شريحة؟ يعني إجمالي الشرائح بيكون 90 شريحة تقريبا، 90 شريحة، 80 شريحة، إيش زي هيك. الله يعافيكم جميعا.
كام صفحة موجودة شرح في المنتدى، أنا حنزلها على كل حال هي موجودة في المنتدى السابق، الأرشيف، روح على الأرشيف تلقوها، لكن على كل حال أنا حنزلها يعني، اعتبرها الأسبوع القادم حبدأ هاي الشرائح اللي شرحت منها اليوم، حبدأ بإذن الله تعالى أنزلها تباعا، حبدأ أنزلها تباعا. نعم المصطلحات باللغة الإنجليزية ليست كلها، أنا ححددها، حقول لك حنزلها بشرائح، ثلاث شرائح هي فقط من يأتي من الاختبار، ما أحدد أنا كمصطلحات. مريم محاضرتين الأسبوع، نعم يوم الأحد ويوم الثلاثاء، يوم الأحد ويوم الثلاثاء في نفس التوقيت، الرابعة والنصف. الله يعافيكم. كم عدد المحاضرات للمادة؟ سوف نلتقي تقريبا 17 لقاء، أتوقع 17 لقاء، نعم 17-18 ماكسيموم، يعني بين 16 و 17، خلينا نحكي أوكي حسب تقدمنا في المادة يعني. ممكن 16 ممكن 17 ممكن 18، بس مش أكثر من 18 على جميع الظروف يعني. لا شكر على واجب. طيب المراجعة هتكون، نعم المراجعة هتكون بعد ما أقطع في المادة، بعد ما أقطع جزء من المادة هعطيكم حالا عن اختبار تجريبي، حالا عن اختبار تجريبي، وفي الاختبار التجريبي بإذن الله تعالى هيكون هو المراجعة. فأنت هتروح تدرس الجزء اللي بدي أعمل لك فيه الاختبار التجريبي، تدرس جدي كأنه اختبار حقيقي، بعمل لك الاختبار أونلاين، الاختبار أونلاين في نفس، أنا بحدد لك موعد الاختبار، وبعد الاختبار بنحل الأسئلة مع بعض وبنعمل مراجعة على الجزء اللي عملنا فيه الاختبار. اللي بده ينزل مسموح، هيفاء حابة انت تنزل شرائح للشباب نزلي، ما عندكش مشكلة نزليها، ما عندك مشكلة يعني، بالعكس مشكورة اذا بدك تنزلي لزملائك شرائح في منتدى الاسئلة والمناقشات او في منتدى العام، حابة تنزليها نزليها، حياك الله بنشكرك عليها، حياك الله. انتوا اصلا لازم تتساعدوا مع بعض، اللي عنده افكار يساعد زميله، ما عندكم مشكلة، اللي عنده شيء يساعد زملائه حيا الله، وهي أصلا موجودة يعني، موجودة بكل منتديات يعني، عرفتي؟ فالطالب يبذل شوية جهد بوجدها يعني، شوية جهد يروح على المنتدى السابق بوجدها، بس إذا أنت بدك تريح زملائك حياك الله نزليهم، بتريح زملائك ما في مشكلة. أوكي طيب يعطيكم ألف عافية شباب، نلتقي بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم الساعة 4:30، فإلى ذلك الوقت أتمنى لكم جميعا أمسية سعيدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.